السلام عليكم أزول فلون، خوتنا في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول فلون، هذا الموضوع فيما يخص الانتخابات هذه اللي ناويين عليها القائد صالح وجماعته. جماعته وأذياله، أذيال اللي هما يتمثلوا في تبون وبنفليس، اللي كانوا دائما خاضعين للمخابرات وكانوا أذيال العصابة، يعني أذيال البوتفليقية وغيرها، وخاصة العساكر والمخابرات. لكن فيما يخص تبون، يدعي أنه كان ضد يدعي أنه ضد الحكم وأنه طرد وذلك، لكنك كنت دائما خادم لنفس العصابة التي كنت واحدا منها، يعني كنت واحد من السارقين من الفاسدين، وإلا لم ت ولا تستطيع أن تتخلى عن الحكم لأنك متورط، وكل ما طلب منك أن ترجع ترجع، أو تذهب تذهب. طردك بوتفليقة، أتى بك تفليقة، وطردك بوتفليقة وأتى بك العساكر، وكانت هكذا دائما. بنفليلس نفس الطريقة، طرده طرد من طرف بوتفليقة، هو الذي كان أتى به، والآن آتت بكم العساكر. أنتم أذيال، يعني لا قيمة للقيمة تاع الإنسان في كرامته، يعني في عزة نفسه. إذا كان ما عندكش عزة تاع النفس، معليش أنت هكاك تشي كومسا، يدوك ويجيبوك سا تو في ريان، معليش ما تنظرش، تعتبرها والو. لكن لو كان عندك، يكون عندك عزة تاع النفس، كي انت كي تبون كي بنفليس، نورمالمون ما تروحوش لهذه الانتخابات. لكن على اساس ماذا ما تروحوش؟ تروحوا الانتخابات، تروحوا على اساس انكم كلاب تنجروا من وذنكم، باسكو يصاب انت خاين بنفليس تي ان فولور، وتقول ماكش سلطاوي، صاحب سلطاوي، يعني متسلط. انا نقول لك كيف فاهم متسلط، يعني انسان ما يحتديش على الحق. وانت كنت قلت انا انك خرجت من الحكم على اساس كنت طلبت بحريه، ما طلبت من الولات انهم مش كونش ليهم قانون انهم يتصرفوا في، يعني كي الشغل تصدر من عندهم احكام وينجموا يدخلوا الانسان السجن. هذه في الولات كانت كاينه بالقانون، اوكي ما كانش كاين بالقانون، لكن كل السلطات كانت عندك. ذاك القيس انت اللي منحت الجزائريين يدخلوا الجزائر العاصمة بأي حق، بأي حق؟ وش من قانون في العالم يقول أن الجزائريين ليس لهم الحق أن يدخلوا العاصمة أو يتظاهروا في العاصمة تاعهم؟ معليش هذا من التسلط، يعني سلطاوي، أنت سلطاوي. ونقول لك على سلطاوي الآن، لأنك تحاول دخل الانتخابات، دخول الانتخابات والترشح، رغم أن الشعب يقول لا للانتخابات. يعني انت تعمل عكس ما يقول الشعب، يعني انت سلطاوي، ثم تقولوا لنا وانا نقولوها، هذه انت سلطاوي، سلطاوي وديكتاتور، ديكتاتور، وتربيت على الديكتاتورية، وفاكر نفسك انك ممكن تكون بومدين ثاني، لانك نسيت باللي التركيبة تاعك ماهوش تاع راجل، ماهوش تاع تراس تاع فحل، تاع انسان مخادع، كذاب، تابع، فاسد، فاسد، انت فاسد مالي فاني، عندك الاراضي اللي خدتها في باتنا وهذاك الشيء. لكن خلينا نرجع لتبون. تبون انت انسان منافق، فاسد. انت خدت فلوس في 3000 منزل، في 3000 منزل، فلوسهم درامهم، اموال هذيك اللي كان المفروض تبنى بها في 3000 مسكن، خدتها حطيتها في جيبك، هذا فساد مال. ماسك عليك قاعد صالح، هو هذاك الشيء يمشيك من وذنه، وقاع يمشوك من وذنه، كي بوتفليقه كي كانوا يمشوك، تطلع تخرج تخرج، يقول لك عاود ولي، تعاود تولي. غير ذلك انك كنت في لافير تاع خليفه، كنت شريك، وولدك متورط في المخدرات، يعني كان دخل الكوكايين وما سال مسجون. يعني كيف تتجرأ وتقول للجزائريين انك يعني باغي تسقم؟ العمر الفاسد ما يسقم، انت ولادك فاسدين، كي غادي تسقم؟ ما سقمتش في صافي 30 عام راك في الحكم، اليوم غادي تجي وتسقم؟ صافي دير انت غير ذيل من اذيال
لقيت صالح اللي باغيهم يدخلهم اللعب، توما ثلاثة ولا أربعة يدخلكم اللعب باش يقعد هو في الحكم، باش فاني هو كذلك مش ما يتحاسبش. لكن احنا قلنا ما كاش انتخابات، بيك انت يا بن فليس ولا بيك انت يا تنبون ولا بيك انت يا قاعد صالح، ما تكونش فيكم انتخابات، بيكم ما كاش انتخابات، بيكم انتخابات ساقطة، بيكم الانتخابات هذه مزورة 1000%، انتوما اللي غادي تزوروا، انت اول من المزورين، كيما زورت مع بوتفليقة ومشيتو معاه وقلت انه ماشي معاه في الخمسة العهدة الخامسة سي تبون نفكروك، اما راك باغي تطبق الخامسة هذه المدة هذه باغي تجيبها بينا انت وقايد صالح وتسميها الخامسة تاع بوتفليقة، لكن انت تمشي، انت تكون رئيسة، لكن احنا نقولوا لا، لا للفساد لا للمنافقين، ما يزيدوش يحكموا فينا، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي تكون كاب من اكبر مظاهرة ان شاء الله تكون بكرة، ثورتنا لازم بكرة ان شاء الله مظاهراتها تكون اقوى واشد حتى يسقط هذا النظام، وتخلينا دائما سلمية سلمية حتى ان شاء الله الانتصار يتحقق كاملا كاملا، ممكن نقولوا كاملا يعني سقوط كل العصابة بأكملها بجناحها المدني والعسكري، هكذا نعرفوا اللي هما بوتفليقة وجماعتهم وهذو تاع القائد صالح وجماعته هذا الفساد إن شاء الله بحول الله. السلام عليكم وبون كوراج إن شاء الله. السلام ورحمة الله.